الرابعة جولة حاسمة أكيد تبلور لنا ما تبقى. وهذه كرة رودريجو تباتع لأحمد العلي التوزيع بالرأس ومرتدة والهدف الثاني نار نار يا وخياني هدف رائع من الفنزويلي جلدازة محمد علاني وسع وتدخل من المنهالي مباراة رائعة على المستوى الفني والكوري يساعد جول ريباس ريباس الفنزويلي اليوناني هو معروف في المنطقة الخليجية وكان سابقا أشرف حتى على حدود أم سلال معروف في الدوري القطري بينما هنا الكرة تمشي وصولا للهجمة الانطلاق في سرعة مرتدة يمشي فما فرصة يسقط اللاعب الإماراتي يتعثر المدافع الإماراتي والهدف الأول 1-0 ريباس 1-0 ريباس دافع عن نفسه على الوضع للريالي الصغير أو الكبير ليس على أفضل ليس كرة بتلعب في وسط الملعب مجعود لوكا انطلق لوكا تقدم لوكا يمر الكرة ما زالت المحاولة الله 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 على المرور او تعرض لخمس او لاربع خسائر او لا لاربع خسائر بالفعل امام السد في مرتين ذهابا وايابا امام الخور كرة ملعوبة أمامية الله جول لمصلحة الله لمصلحة ريفاس يسجل هنا في شوط المباراة الأول الهدف الرابع في هذه المباراة الهجوم الفتاك من جانب الطرفين لاحظوا تباتا لم يتباطى هذا التباتا لعب الكرة من الجهة اليسرى الله 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 مرورها من جانب البسيان لا يعني بأنها ستمر من جانب الجلاد مصلحة الريان كرة ستنفذ تباتا على التنفيذ تباتا على تنفيذ الركلة الحرة المباشرة الريانية منقولة كرة داخل منطقة الجزاء ما زالت بسيان سوريا والتصويب جول ريباس يسجل هدف ثاني للريان الرافة ولاعب العنابي من سجل أمام اليابان هنا لدينا محاولة كرة منقولة وصلت لفريق السايبة منقولة الكرة عن طريق التباتة محاولة مستمرة جول جول الرهيب ريانية تصل كرة عالية طويلة بتعود هذه الكرة عن طريق ريباس ممتازة ممتازة الثالث الثالث يا كو عند الكرة كو يحاول إلى ريباس الله 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 ريان يا ريان تعادل السلبي ما بين الفريقين نادي رشيد الريان يشاهد تعادل سلبي كرة بمحاولة تسديدة تأتي الرهيب يضع البصمة الأولى وريباس يثبت محبته في قلوب الريانيين في يوم الفلنتاين في يوم الحب ريباس يسجل صك رسمي بالمحبة هذه كرة المافيا وصلت إلى ريباس ريباس يضع الكرة في المرمى ويعلن عن تقدم الريان مبكرا جدا مبكرا جدا وعلى هز ملعب حمد الكبير يتقدم الريان الان وبثلاثه اهداف مقابل هدف ريباس يسجل الهدف الثاني ويصنع الان الفارق بشكل او باخر ويتقدم الريان بثلاثه اهداف مقابل هدف يعود الريان من جديد عاد إليكم مرة أخرى مرحبا بعودة الرهيب مرحبا بعودة الرهيب هذا ريباس في غياب تباتا ويسجل وفي المباراة التي يصلح من خلالها أن يسجل هدفين ثنائية كما ذكرت آخر ثنائية في لقاءات الفريقين كانت لسيرخيو غارسيا اللاعب الإسباني قبل ثلاث سنوات